بداية نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الجزائري ونعزي المؤسسة العسكرية. في فقيدي الشعب الجزائري، هذا الرجل الذي عاهد وكان وقد كان عهده على أن نقدر شعورك وإحساسك دكتورنا، أنه أن قطرة دم الشعب الجزائري الزكية أنها لن تسيل رغم ما كنا نعيشه في هذه المدة من هذا الزخم ومن هذا الحراك ومن الذين كانوا يريدون أن تعفين الجو وأن يذهبوا بتلك السلمية إلى عنف حقيقي. ورغم ذلك كان الرجل عند وعده وعهده ولم يوجه الرصاص نحو أبناء الشعب الجزائري.